أيكون زياد بن أبي سفيان عاملا لمعاوية بن أبي سفيان على ديار ويفترأ عليه على هذا النحو؟ يقول الحسن البصري: معاوية قتل حجر، فيا ويله من حجر. وعندما علمت السيدة عائشة بمقتل حجر غاضبت وخاصمت معاوية مدة من الزمن، وأغلظت له في القول وقالت له: قتلت حجر؟ أما خشيت أن أخبئ لك رجلا يقتلك كما قتلته؟ وعندما علم عبد الله بن عمر بن الخطاب بأن معاوية قد قتل حجرا وكان في السوق حينها، غادر السوق مذهولا ونحيبه يسمع في الأفق. فمن هو حجر هذا الذي شغل الدنيا حينها؟ قبل البداية، هذه القصة ثابتة عند جميع العلماء وكتب التاريخ، وأنا أرويها لكم، وليس المقصود أن أرفع فلانا أو أنتقص من فلان آخر. وقبل أن ننطلق أدعوك للاشتراك في قناة أسطر والضغط على زر اللايك تشجيعا لنا، وحتى يصلك كل جديد بإذن الله تعالى. اقلبوا عليه أزقة الكوفة وبيوتها، أقسم بالله الذي لا إله إلا هو، لا أحرقن الكوفة فوق رؤوسكم، ولا أخذن البريء بذنب المتهم. حجر بن عدي، قصة أول معارض سياسي يعدم في الإسلام. نحن الآن في أحد الأيام المشهودة في جامع الكوفة الكبير في منتصف القرن الأول الهجري، في أحد أيام الجمعة بعد ولاية زياد بن أبيه الابن غير الشرعي لأبي سفيان بن حرب بعد توليه على العراق. لم تكن صلة الدم المذكورة آنفا هي السبب الوحيد الذي دعا الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان إلى إسناد أخطر ولايات دولته والمعقل الأول لمعارضيه إلى هذا الرجل، والذي كان منذ أعوام قليلة أحد رجال دولة الإمام علي بن أبي طالب، إذ كان واليه على فارس عند اغتياله في عام 40 هجريا. كان زياد يتصف بقدر استثنائي من الدهاء السياسي، ولعل هذا الدهاء هو ما مكنه من أن يغير دفة سفينته 180 درجة إلى حيث اتجاه ريح الأمويين الرابحة. وقد كافأه معاوية بأن اعترف بإخوته له في سابقة لم تحدث من قبل في تاريخ الإسلام، وأسماه زياد بن أبي سفيان، ثم جعله معاوية واليا على العراقين. ولكن قبل الولاية يا أمير المؤمنين، النسب قد ذكرت هذا في كتابي لك وإني ملتزم به، وقد أقر أبو سفيان قبل وفاته بأنك من صلبه، وإني أقر لك بهذا. بوركت يا أمير المؤمنين، فوالله ما نالني في دنياي خير من هذا. كان زياد رجل حزم وتدبير لا يتردد في البطش بالخصوم، فاشتد بإعاز من معاوية في التضييق على العراقين لضمان خضوعهم واستكانتهم. وفي اليوم المذكور من عام 51 هجريا خطب زياد في المصلين، وكان خطيبا مفوها فأرغى وأزبد وهدد العراقين بالعسف والخسف. حرام علي الطعام والشراب حتى أسويها بالأرض هدما وإحراقا، وإني أقسم بالله والله لا أخذن الولي بالمولى والمقيم بالضاعن والمقبل بالمدبر والمطيع بالعاصي والصحيح منكم في نفسه استقيم حتى يلقى منكم الرجل أخاه فيقول كنت سعد فقد هلك سعيد. وكان سبب غضبة زياد أن واحداً من وجهاء الكوفة ومن سادة شيعة الإمام علي وهو حجر بن عدي كان قد اختصم مع نائب زياد على الكوفة عمرو بن حريث أثناء غيبة زياد في البصرة، وحصبه بالحصى وهو فوق المنبر، حصبه في الحصى عندما بدأ في الانتقاص من الإمام علي والمبالغة في مدح معاوية بن أبي سفيان. والله لأجعلن سب علي وأولاده شغل الكوفيين ليل نهار.
ضغط زياد على كبار القبائل في الكوفة لتصرف أبناءها عن الالتفاف حول حجر ابن عدي وأصحابه الذين لا يكفون عن الجهر بمعارضة معاوية والأمويين وبالدفاع عن الإمام علي. ونجحت ضغوط زياد في صرف الكثير من أنصار حجر رهبا ورغبا عنه، ثم تمكنت شرطته من القبض عليه مع خاصة أصحابه. كان زياد قد أرسل إلى معاوية بن أبي سفيان يشكو إليه من تكرار تعرض حجر بن عدي له ولعماله ومجاهرته بالعداء للخلافة، وأنه قد يخرج بالسيف ثائرا في العراق. أرسل معاوية يطلب من زياد أن يرسل إليه حجر بن عدي وباقي المعتقلين من أنصاره ليقضي ما يراه في شأنهم، وقد كان. وصدم الرأي العام في كافة أرجاء الدولة الإسلامية للأنباء التي ذاعت من الشام بعد ذلك. فقبل أن تصل القافلة إلى دمشق أصدر معاوية أمره إلى رجاله بقتل حجر بن عدي وستة من أنصاره، في حين عفى عن ستة آخرين بعد شفاعات ووساطات. نفذ حكم الإعدام في ضاحية مرجع الذراء القريبة من دمشق، والتي كان حجر للمفارقة قائد سرية الفاتحين لها قبل عشرات السنين. فما أوسع الفارق بين اليوم والبارحة. ومن سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. كانت تلك المرة الأولى في تاريخ الإسلام التي يأمر فيها حاكم مسلم بقتل معارضين سياسيين بعد القبض عليهم وليسوا في ساحة قتال وبأيديهم السيوف، ومما عزز من صدمة الكثير من المسلمين من تلك السابقة الدموية أن ذاكرة الناس لم تنس بعد مواقف الخلفاء الراشدين، ومنها موقف الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه عندما رفض بتاتا أثناء حصار الثائرين عليه في المدينة، رفض أن يواجههم بالقوة ويسفك الدماء، وآثر أن يكون هو الضحية الأولى. أما أن ترفعوا عليهم السيف ويستحلوا حرمة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرمة خلافته، والله لن يكون هذا الأمر وأنا حي. وكذلك موقف الإمام علي من الخوارج إذ أرسل يحاورهم وأمر بالكف عنهم ما لم يسفك دما حراما، فلما تجاوزوا هذا الخط الأحمر حاربهم وسحقهم في معركة النهروان في عام 37. وقد تكلمنا عن معركة النهروان قبل ذلك في القناة. حجر بن عدي روح لا تنطفئ ثورتها. كان شريفا أميرا مطاعا أمارا بالمعروف مقدما على الإنكار. كان من شيعة الإمام علي رضي الله عنه، شهد صفين أميرا وكان ذا صلاح وتعبد، هكذا يصفه الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء. اختلف المؤرخون في كون حجر بن عدي من الصحابة أم من التابعين، لكن لم يختلفوا في ذكر مناقبه الشخصية والإشادة بسمو صفاته، وكان يلقب بحجر الخير. شارك حجر بن عدي في جيوش الفتوحات الإسلامية، فحارب في القادسية مع سعد بن أبي وقاص وأسهم في بعض فتوح الشام، فكان قائد السرية التي فتحت منطقة مرجع الذراء قرب دمشق. وبرز حجر إلى الواجهة أيام الفتنة الكبرى إذ كان من أشد مناصري علي بن أبي طالب، فحارب معه في موقعة الجمل ضد جيش أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها، ثم كان من أمراء جيشه في موقعة صفين ضد معاوية وجيش الشام، وكذلك كان من مقدمي جيش الإمام علي في موقعة النهروان ضد الخوارج. كان حجر قوي الشكيمة شديد الأنفة، ولذا فقد قبل على مضض الصلح الذي حدث في عام 41، وكان مما يثير غضبه في سنوات الصلح اجتراء بعض ولاة الأمويين على الطعن في علي بن أبي طالب، فكان حجر لهم دائما بالمرصاد. العراق غليان تحت السطح.
رغم مرور أعوام على الصلح الشهير بين الحسن بن علي ومعاوية وتنازل الأول للأخير عن خلافة المسلمين في مقابل حقن الدماء، بعد سنوات من الحرب بين علي ومعاوية، بين علي الذي كان جل جيشه من العراقيين وبين معاوية والي الشام الذي رفض طاعة أمير المؤمنين علي بحجة أنه لم يقتص بعض من قتلة عثمان بن عفان. لن أبايع أحدا وقتلته عثمان على قيد الحياة، لن أضع يدي بيد خليفة قبل أن أقتل كل من شارك بقتل عثمان. ظلت نفوس أكثرية العراقيين محتقنة ضد معاوية والأمويين، خاصة مع ميل هؤلاء إلى الشدة مع العراقين وإذلالهم بسب الإمام علي. وكانت البداية مع المغيرة بن شعبة الذي كان من دهاة العرب وعقلائهم، فعينه معاوية أول ولاته على العراق بعد الصلح في عام 41. ورغم حسن سياسة المغيرة مع العراقيين في العموم، فإنه وعلى مدار سنين ولايته السبعة كان دائم المبالغة في امتداح عثمان بن عفان ومعاوية بن أبي سفيان في مقابل الانتقاص من علي وشيعته. يقول المغيرة: إني قد قرب أجلي ولا أحب أن أقتل خيار أهل هذه المنطقة، فيسعد وأشقى ويعز في الدنيا معاوية ويشقى في الآخرة المغيرة. هذا قاله المغيرة في معرض رده على طلب المقربين منه أن يقتل حجر بن عدي بعد أن أهانه الأخير لانتقاصه من الإمام علي. كان حجر وأصحابه دائما بالمرصاد للمغيرة يذبون عن علي بن أبي طالب، وكثيرا ما أغلظوا للمغيرة القول وانتهروه، فكان يتهددهم ببطش السلطان وأنه ما منعه من أن يشكوهم إلى دمشق إلا حلمه وحرصه على أن يحفظ دماءهم. وبرغم تهديدات المغيرة الناعمة والخشنة، استمر حجر وأصحابه على ما هم فيه، وفي إحدى المرات على صياحهم في المسجد، وطالبوا المغيرة بن شعبة بأن يوزع عليهم أعطياتهم من بيت المال دون أن يبخس منها شيئا. أغضبت تلك الواقعة أقرباء المغيرة وحرضوا على قتل حجر وأصحابه، فرفض المغيرة. ولما خلف زياد المغيرة على حكم العراق اشتد على العراقيين أكثر، خاصة على شيعة علي، وكان يعرفهم جيدا إذ كان منهم يوما ما، وهذا ما زاد حنق حجر ومجموعته، وفعلوا معه ومع عماله مثل ما كانوا يفعلون مع المغيرة وأكثر، بيد أن زياد قد اشتد على العراقيين إلى الحد الذي ذاعت معه شهرته، شهرته وال متعسف في كافة أرجاء الدولة. وإني أزيد على ذلك، من نقب بيتاً نقبت له قلبه، ومن نبش قبراً دفنته فيه حياً، وقد تشددت في عقوبة المدلج ليلاً فليس له عندي غير السجن. بالغت بالتشدد أيها الأمير، حتى تصلح حالكم وتستقيم أموركم. إذ تذكر الروايات أن عبد الله بن عمر لما بلغه أن زيادا أرسل إلى معاوية يقول: قد ضبطت العراق بيميني وما تزال شمالي فارغة، يكني عن رغبته في حكم الحجاز مع العراق. فإن ابن عمر انزعج كثيرا ودعا عليه ألا يتمكن من ذلك، وبالفعل توفي زياد قبل أن يتحقق له هذا الغرض. يقول: يا أمير المؤمنين، قد أخذت العراق بشمالي وبقيت يميني فارغة، ألا يكتفي بأن يعرض على مولاي ولاية العراق مع الحجاز؟ أعرف هذا. اللهم اكفنا شمال زياد، فكيف بيمينه؟ لم تجد محاولات زياد لاحتواء حجر، إذ اجتمع به ذات مرة وخاطبه بكلمات لا يعرف وعدها من وعيدها، عن أنه يعترف بفضله وسابقته ويضن به على عاقبة التمرد ويحذره من أن يغره. وتختلف الروايات في تفاصيل تطور الأمور بين حجر وأصحابه وزياد. تحدث البعض عن أن حجر ومن معه جهروا بخلع زياد وعدم الاعتراف بطاعته واليا على العراق، في حين لم يخلعوا طاعة معاوية، بينما ذكرت بعض المصادر أنهم انخلعوا من طاعة معاوية أيضا، والأرجح أنهم ظلوا على الطاعة، ولكنهم أغضبتهم مظالم ولاة بني أمية. وعندما وجد
حجر بن عادي عاملا يسب الإمام علي على منبر الكوفة، رد عليه وقال: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، وأنا أشهد أن من تذمون وتعيرون لأحق بالفضل، وأن من تزكون وتطرون أولى بالذم. أرسل زياد إلى معاوية يشكو إليه حجر بن عادي ويهول له الأمر وينذره أن فتنة كبرى تلوح في الأفق، فطلب منه معاوية أن يرسلهم إليه في دمشق. هدد زياد قبائل الكوفة التي ينتسب لها حجر وأصحابه إن حاولوا منعهم منه، ووصل به الأمر أن ألقى القبض على الصحابي عدي بن حاتم الطائي لأنه رفض تسليم أحد أبناء عمومته، وانصرفت معظم قبائل الكوفة عن نصرة الرجل ومن معه. كنت أعلم أنهم أجبنوا من أن ينصروا رجلا علينا حتى ولو كان نبيا. حتى تمكنت شرطة زياد من القبض عليه وعلى 12 من خاصة أصحابه بعد مساجلات ومناوشات، وألقاهم في السجن برهة، ثم أرسلهم إلى الشام مكبلين في الأصفاد كما أمر معاوية، بعد أن أخذ العديد من الشهادات من رجاله ومن خصوم حجر بن عدي على أن حجرا خلع الطاعة وكان يحشد للوثوب بالسيف ضد الخلافة. حجر بن عدي، المشهد الأخير. الحمد لله، أما والله إني لأول مسلم نبحته كلابها في سبيل الله، ثم أتي بي اليوم إليها مصفودة. هكذا قال حجر بن عدي معبرا عن صدمته لما علم أن حكم الإعدام سينفذ بحقه في ضاحية مرج عذراء التي دخلها فاتحا قبل بضعة عقود، قبل أن تصل القافلة التي تحمل حجر بن عدي ومن معه إلى دمشق. قابلتها رسل معاوية بأمره النهائي الذي توصل له بعد تفكير في الأمر وبعد استشارة المقربين منه. كان الأمر هو أن تضرب عنق حجر وستة من أصحابه. تألم حجر لما علم أن البقعة التي اختارها الجلادون لضرب عنقه هي مرج عذراء التي دخلها فاتحا قبل أكثر من 30 عاما. طلب منهم أن يصلي ركعتين قبل تنفيذ الإعدام، ولم يطل فيهما لئلا يظنون به خوفا، ثم أوصى بأن يدفن بدمائه وبالحديد الذي كبل فيه، لأنه يريد أن يقابل الله ويختصم إليه من معاوية وهو على تلك الهيئة التي غادر الدنيا بها ظلما بأمر معاوية، وكان من ضمن من قتلوا مع عدي أحد أبنائه. تذكر الروايات أن آخر دعاء حجر بن عدي قبل قتله كان: اللهم إنا نستعديك على أمتنا، فإن أهل الكوفة شهدوا علينا، وإن أهل الشام يقتلوننا. ورواية تاريخية أخرى تقول أن حجر بن عدي وصل إلى دمشق وأدخل على معاوية فعنفه معاوية ولم يقبل منه تأكيده أنه ما يزال على الطاعة، ثم أمر بضرب عنقه. ولما وصلت أنباء مقتل حجر بن عدي إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب اغرورقت عيناه بالدموع، وترك مكانه في السوق وقد غلبه النحيب. وأرسلت عائشة رضي الله عنها للوساطة في أمر حجر وأصحابه. أرسلت عبد الرحمن بن الحارث معاتبا معاوية بن أبي سفيان بعد أن بلغه خبر تنفيذ الإعدام بحقهم، فقالوا لمعاوية: والله لا تعد لك العرب حلما بعدها ولا رأيا، قتلت قوما بعث بهم أسارى من المسلمين، أي منذ متى وأسير الإسلام يقتل في ديننا؟ وحاولت أم المؤمنين عائشة التوسط للصلح بينهم وبين معاوية، لكن رسولها وصل إلى دمشق بعد أن كان حكم الإعدام قد نفذ بالفعل. ولما وصلت تلك الأنباء إليها في الحجاز غضبت السيدة عائشة غضبا شديدا وخاصمت معاوية دهرا. ولاحقا وفي زيارة لمعاوية إلى المدينة المنورة حرص على أن يزور السيدة عائشة، فلم تأذن له إلا بعد إلحاح شديد من خادمها ذكوان، فأخذ معاوية يتلطف لها في الحديث وأن يحاول تبرير موقفه لها، خصوصا وقد ذاع واشتهر أمر مخاصمتها له غضبا لحجر وأصحابه، مما سبب لمعاوية حرجا أخلاقيا وسياسيا كبيرا.
وأغلظت السيدة عائشة القول لمعاوية إلى حد أنها قالت له: يا معاوية، قتلت حجرا وأصحابه وفعلت الذي فعلت، أما خشيت أن أخبئ لك رجلا فيقتلك؟ ثم ذكرته بفضائل حجر وبأنه إن كان رأى منه سوءا فكان بإمكانه أن يكتفي بسجنه دون قتله. وحاول معاوية تبرير فعلته بخوفه من الفتنة وسفك الدماء، وأنه آثر أن يقتل البعض ليحقن دماء الأمة كلها. ولما طال الجدال بينهما طلب منها أن تترك الحكم الفصل بينه وبين حجر بن عدي للآخرة بين يدي الله. وعلى مدار 14 قرنا ظلت واقعة قتل حجر بن عدي بأمر معاوية بن أبي سفيان أرضا خصبة للتراشق الطائفي بين الشيعة والسنة ومجالا مفتوحا للمزايدات. ركزت المصادر الشيعية على هذه الواقعة وخصصت لها صفحات طوال حتى لا يشعر المطلع على كل هذا الكم أنه لم يقتل ظلما في تاريخ الإسلام سوى حجر بن عدي. كذلك لم تكتفي المصادر الشيعية برفع حجر بن عدي إلى أعلى مراتب الاستشهاد والصلاح، بل طعنت في دين معاوية بقسوة لأمره بارتكاب تلك الجريمة، ولعبت على وتر وجود رمزية كفرية مقصودة من معاوية في أمره بقتل الرجل بمنطقة عذراء التي كان من بين فاتحيها. وفي المقابل ورغم اعتراف الغالبية العظمى من علماء أهل السنة على مدار السنين بفضل هذا الرجل وبمآثره، فإنهم لم يكفوا عن محاولات تبرير الجريمة بمختلف الحجج غير المنطقية والتي لا يمكن أن تقنع منصفا. والغرض من هذا هو تبرئة ساحة معاوية من تهمة القتل العمد على الشبهة، وذلك بادعاء أن حجر لم يكتفي بالمعارضة السلمية ومواجهة الأمويين وواليهم باللسان، بل إنه كان على وشك الخروج المسلح وخرق اتفاق صلح عام الجماعة في عام 41 بين الحسن بن علي ومعاوية بن أبي سفيان، في حين يلقون بالجانب الأكبر من المسؤولية على شيعة العراق لأنهم ألقوا بحجر إلى التهلكة عندما شجعوه في مناوشته مع ولاة الأمويين على العراق. ويقول الحسن البصري في هذا: معاوية قتل حجرا وأصحاب حجر، فيا ويلا له من حجر، ويا ويلا له من حجر، ويا ويلا له من أصحاب حجر. وكذلك لم يسلم من هذا التراشق السني الشيعي حول حجر بن عدي، لم يسلم ضريحه الكائن قرب دمشق إذ تعرض للنبش في عام 2013، واتهم الشيعة حينها متطرفين سنة بارتكاب تلك الفعلة.